والله مؤخرا فصلنا السياسة عن الرياضة عن الفريق من خلال تنحيتي للبرلماني بهاء الدين طليبة الذي كان يمثل كرئيس شرفي للفريق. اليوم أؤكد أنه الرئيس الوحيد هو عبد الباسط الزعيم، وبالطبع إذا طلبنا وتنجينا أن يكون رئيس شرفي فهو بدون هوادة أو إرجاء هو فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نصر الله، إذا قبل ذلك لأننا في عنابة الجميع يحبه ويسنده بإذن الله. لا، احنا ما ننتميوش للسياسة. الرئيس هو الرئيس، يعني الرئيس بوتفليقة هو رئيسنا، دونك احنا ما عندناش سياسة في الفريق. انا اللي قلت لك زعيم، الحمد لله احنا معروفين عائلة ثورية، ولكن انا ماش ناحية السياسة بان دخل السياسة، لانه فريق عنابة كما نعرفوه عنده 80,000 متفرج، دخل العالمية وفريق كبير، وان شاء الله راح يكون فريق كبير بإذن الله.